سفيان، يعني طبعا هي مباراة هامة كثيرا بغاية الأهمية بالنسبة لنا كلنا، ولكن أريد أن أعلق هنا على نقطة واحدة وهي التي مرت بهذه التقارير التي سبقتنا، أنه هذا التعايش بين المغاربة الذين ولدوا أو حتى عاشوا بفرنسا ويلعبون بأندية فرنسية، و التعايش الحضاري والثقافي والاجتماعي، وبينما عندما يضطرون إلى الخروج واللعب مع منتخب بلادهم هم يقرروا أو يختاروا أن يلعبوا مع منتخب بلادهم، كيف تصبح الأفكار أو المشاعر بهذه الظروف؟ لا شوف، أغلبية اللاعبين فهم كيحكموا المنطق القلب او كيكون الدعم وكتكون مساندة، وحتى كيكون الإصرار ديال الوالدين، الاب والام ديالك يكون الاصرار ديالهم. وخير دليل هو ما وقع لزياش من بعد الاختيار ديالو للمنتخب المغربي، فهو هجم بواحد الطريقه لا توصف، وقدر انه يصمد وقدر انه يدافع على بلاده. حتى في التصريحات ديالو في الدوري الهولندي فهو تطرح عليه يوما ما واحد السؤال، قالوا ليه لو تم رجوع بالوراء شنو غادي تعاود تختار؟ قال لهم سوف اختار المغرب، رغم انه كانت عنده مشاكل انذاك مع 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 ايرفي رونار انذاك، فهو قرر انه يختار المغرب. نفس الشيء بالنسبه للحكيمي، التصريح الاخير ديالو قال بلي راني مشيت تدربت مع المنتخبات السنيه ديال اسبانيا، بس ما حسيتش بديك الانتماء للمنتخب الوطني. مجموعه من اللاعبين اللي سبقوه، نهضروا على مصطفى حجي، يوسف حجي الاخ الاصغر ديالو، حتى مروان الشماخ كانت عنده مناداه من منتخب فرنسا، فهو اختار البلد الام ديالو، اختار الموطن ديالو المغرب، كتبقى نابع عن قناعه ونابع عن اثبات الذات، وحتى انك ترفع العلم ديال بلادك وتبين ان بلادك راه لا تقل شانا عن المنتخبات. صحيح، وتختار ان تختار ان تلعب للمغرب، يعني المغرب من قبل لما يمكن احد ان يتوقع ان تصل الى هذه، يعني ان يختار ان لا يلعب مع المنتخب الفرنسي بطل العالم، هذا الى اهميه يعني. أكيد لأن كتبقى عندها أهمية عند الجمهور المغربي. بالنسبة للاعب كتبقى قناعة شخصية ديال اللاعب، حب الانتماء للأصل ديالو، لأن جميع هاد اللاعبين اللي كنهضروا عليهم في فترة من فترات السنة فهم كيتوجهوا للمغرب، كيشوفوا حب الناس لهاد اللاعبين. حتى مطالب الشعب ملي اللاعبين في الإجازات ديالهم أنهم كيتوجهوا للمغرب، جول المدن المغربية كيتلاقاو في الشارع المغربي مع جماهير المغربية، الكل كطالبهم باش يلتحقوا بالمنتخب الوطني، ولما لا في يوم من الأيام أنهم يجوا للمنتخب الوطني. هذا في حد ذاته كيزيد يساعد اللاعب على أنه ياخذ القرار باش أنه يلتحق للمنتخب الوطني. في حد ذاته هذا كيعطي أهمية لكرة القدم الوطنية، كيعطي إشاعة لكرة القدم الوطنية، وحتى كيساند اللاعبين. وخير دليل أن النتائج المحصل عليها حاليا من مدرب اللي تزاد في فرنسا، عاش في فرنسا، حتى التكوين الأكاديمي ديالو كله كان فرنسا، واختار أنه يبدأ المسار ديالو كما بدأ كلاعب في المنتخب الوطني، اختار انه يبدا المسار ديالو في البطوله الوطنيه. الكثير من المغاربه مثلا تزوجوا من فرنسيات او مغربيه تزوجت من فرنسي، والان بهذه الظروف يعني كل يشجع من يريد، يعني كانه انقسمت البيوت. أكيد. وانقسمت المشاعر. شوف، ابعد كاين ابعد من هذا اخت ليليان، كاين ابعد من هذا. عندنا الياس الشاعر ابوه مغربي ولكن الام ديالو ماشي مغربيه، ورغم ذلك الام ديالو تساند المنتخب الوطني، واللاعب اختار انه يمشي للبلد الام ديالو. عندنا ابو خلال، الام ديالو اللي مغربيه والاب ديالو ليبي، ونحييه بهذه المناسبه هذه، لان ما نساش الاصل ديالو. المباراه الاخيره رفع العلم الليبي، نحييه بشده، رغم انه اختار انه يلعب مع المنتخب الوطني. الاختيار ديالو كان نابع من القلب، لانه عاش فتره طويله من حياته في المغرب، رغم انه من الاب والام ديالو من الناس المهاجرين لهولندا، فهو اختار انه يلعب للمغرب. كتبقى مسائل كما قلت من قبل انها كتبقى نابعه من القلب، كتبقى الاصرار حتى ديال الاهل ديالك، ماشي غير اللي كيكونوا معك حتى في بلاد المهجر. كنهضر على الاهل اللي تيكونوا في المغرب، عايشين في المغرب، اكيد ان هاد اللاعبين كلهم عندهم الاهل ديالهم عايشين. صحيح. الاقارب ديالهم عايشين في المغرب، حتى هو كيكون ضغط من هاد الناحيه، لان الجيران والاصدقاء حتى هما كيزيدوا يضغطوا من مجهدهم. حنا كنقولوها باللغه العاميه المغربيه، كنقول واش ولدكم ما يجيش يلعب معنا. مثل الجندوزي يمكن هو الوحيد الذي لا، كان في عادل رامي، حتى هو ما اختارش يلعب مع المنتخب المغربي. كاين افلي
وحتى افليته وحتى كان مختار انه ما يلعبش مع المغرب، كتبقى خيارات كيحترمها الجمهور المغربي. وحتى في الاجازات ديالهم كما قلت من قبل فهم كيتلقاو بحب كبير، لانهم كما كان الحال كنبقاو نقولوا اللاعب المغربي اللاعب من الاصول المغربيه الذي يحمل قميص قميص المنتخب الهولندي او المنتخب البلجيكي او المنتخب الفرنسي، كما كيتقال على اللاعب الكبير بنزيما. فاللاعب بنزيما كنقولوا من اصول جزائريه، زيدان من اصول جزائريه، فهذا كيبقى خيار رياضي للاعب، اختار الانتماء او اختار الاصل ديالو تيبقى مفخره فوق الراس.